أنا مات أول ما أجيت اشتغلت خجلت وأتوتر وأسولف ويا الناس، بس بعدين عادي يصير شيء يعني جدا طبيعي وعادي. اسمها هي حياكة يعني عادي، وأكو ما تسمونه كروشي. تعلمت هي بدت السالفة يعني قبل سنتين، فصادفت بعطلة نص السنة جبت رحت للسوق جبت بكرات الحياكة اشتريت من عندهم، بقيت أطلع فيديوهات عن النت، تعلمت يعني عن طريق النت يعني تعليم ذاتي. يعتبر مصدر رزقي يعني يعني تقريبا هو يعتبر مصدر رزقي. وبالنسبة للناس يعني تحديدا بهذا الشارع شفت الناس مرحبة بهالشي، يعني انه شلون فرحانين انه دا يشوفون انه اكو بنات دا تشارك بهيك الشارع، لان هنا يعني قليل انه موجود يعني تقريبا كمجتمع عراقي انه قليل اكو نساء يشاركن ويشتغلن، ف يعني الناس عاده مرحبه بهالشيء.